مشاهدينا، رح نبدأ فقرتنا اليوم ضمن الكتب والمجلات مع ضيفتنا مايا زنكول، جرافيك ديزاينر. صباح الخير مايا. صباح النور. الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم هو موضوع بلش يمكن بفكرة كتير صغيرة، بمسحة إذا حتى فينا نقول، واليوم صار موجود بكتاب. خبرينا عنك أكثر، يعني كيف حتى بلشتي تكتبي هالأشياء اللي هي مهضومة وتحطيها على الفيسبوك، وبعدين نحكي مين قرر أنه تصير بكتاب. أنا جرافيك ديزاينر، تخرجت من سنتين من جامعة الـ NDU وبلشت أشتغل، وبعد فترة لاحظت أنه الشغل اللي عم بعمله كتير كوميرشال، يعني مش عم بخليني أعبر عن نفسي مزبوط، فقررت أفتح بلوج على الإنترنت برسم فيه قصص بيصيروا معي كل يوم، وهيك بلشت القصة. صرت كل يوم حط رسمة جديدة بتخبر قصة جديدة صارت معي على الطريق أو بالشغل أو يعني وين ما كان، بخبر القصة على البلوج وبيفوتوا الناس بيعلقوا على المواضيع. صاروا يعطوك أفكار، يعني وصرت من افكارهم كمان تغيري وتطوري، او بعدك انت اللي انت بدك تكتبي، بتشوفي شو صار معك كل يوم وبتحطيه كل يوم على رح نشوف نحن شوي بهالوقت كم شغله من يلي محطوطين. يعني عم نشوفهم هلا، رح يفتحوا لنا الصفحه ونشوف. هن مثل قصص صغار يعني بالاحرى، مش رسمه واحده، هن عده رسمات ومثل قصص صغار، وهيدول الرسمات هلا رح نجرب نشوفهم. كمان فينا نشوف الكتاب ونشوف شو صار. طيب حتى قررتي بعدين انك تجمعيهم ويصيروا بكتاب، من بعد قديش فتره، او مين شجعك، او انت اخذتي هذا القرار؟ كان صار شي 7 أشهر كل يوم بحط رسمه جديده، والناس اللي بفوتوا بيعلقوا على البلوج عرضوا علي الفكره، قالوا لي انه ليه ما بتحطيهم بكتاب، انه تيكونوا معنا ناخذهم معنا مثلا على البحر او بس نسافر، انه مش كل مره نضطر نفوت على الكمبيوتر لحتى نشوفهم. هلا انا حبيت الفكره، وكان عيد ميلادي واصحابي بالشغل فاجئوني عملوا لي كوبي عن الكتاب، وخبروا الناس انه ما عملت كتاب على فيسبوك، فصار عم يصلي مساجات ناس عم بدهم اياه للكتاب، بدهم كوبيات، فحسيت انه لازم اعمله، قلت انه تجربه جديده، حابه اشوف انه شو رح يطلع منها، وقررت اعمل الكتاب. احنا بلشنا عم نشوف هذا الكتاب اول شيء، وهلا اكيد كمان رح نشوف شوي من القصص اللي هن موجودين. هالقصص هدول بتحسي انه يعني اشياء بتصير معنا يوميا وما بتتغير، ممكن تنعاد، يعني بترجع تاني نهار بتصير، وتالت نهار بتصير، ورابع نهار بتصير، اذا مش معك مع حدا تاني. بدي اقول انه انا قريت يعني اكيد شوي من هالقصص، واللي كل اللي عم بيتابعوا مايا حتى هي وفايتة هلا في كتار عرفوها من صورتها ومن يعني الاشغال اللي عم او الرسومات اللي عم بتكون موجوده. هي اشياء عن جد يعني بالفعل الواحد بده يفكر فيها شوي، يقول انا هيك صار معي بالنهار. شو هلا متوقعه انت من بعد ما صار معنا هذا الكتاب، ب يعني عدد محدود من القصص اللي هي موجوده فيه، القصص الباقيه اللي هن عم تكتبيها بعدك كل يوم، وين رح تصير، كيف رح تصير، بتجمعيها بكتاب لحالها او بتكفي بترجعي هيدا عن جديد بتضمي لهم لإلها؟ هلا انا اجمالا ما بخطط كثير، يعني الكتاب مثل ما قلت لك صار كثير بسرعه، وبعدني عم كفي كل يوم بحط رسمه جديده. هلا يمكن عم بيطلبوا مني الناس اللي بفوتوا على البلوج انه ارجع اجمعهم بعد فتره وارجع اعمل كتاب ثاني، يعني بتمنى بركي بعد سنه او سنتين ارجع اعمل بارت 2 للكتاب فيها بعد قصص. انا يعني اللي لفتني انه هيك واحد انه نشجع الافكار دائما يلي هي افكار صغيره، لانه من شغله بسيطه تطورت وصار كتاب. ويمكن هالكتاب بالنسبه لك هلا بعد عندك يعني سنوات طويله تشتغلي فيها، كمان يتطور ويصير مش ضروري يمكن رسمات، يصير بالفعل كتاب فيه افكار حلوه وفيه هيك، او يعني نروح على شيء اللي نحن متعارف عليه وكل الناس بتعرفه يلي هو الباند ديسيني بمفهوم الباند ديسيني، او هذا الشيء انت ما كثير بهمك. انا بعتبره هذا باند ديسيني يعني بالمفهوم الاكثر، يعني اللي نحن اقرب علينا يلي هو القصص المتواصله هيك مع ال ايه. انا حبيت احط غير طريقه من الباند ديسيني بدون ما احطهم بقلب المربعات، انه بالنسبه لي هي شغله بتخنق الرسمات، بحب يكونوا مرتاحين على الصفحه، وعملته بهالاسلوب بهالكتاب هيدا، وبحب كفي بهالطريقه لانه كثير ناس قالوا لي انه بيريح النظر وخفيف وبينقرا بسرعه، هيك رسمات كبار، الخط كبير، في كثير ابيض على الصفحه، بيريح العين وبيريح البال، وكل الفكره من وراء انه الواحد يقرا ويضحك شوي على الهموم وعلى المشاكل اللي بيواجهها كل يوم. ما في عمر معين، يعني الكل بيقدروا يقروا. انا اكثر شيء توقعت انه الناس اللي من عمري رح يشوفوا البلوج، بس وقت نزل الكتاب، لانه الانترنت يمكن اكثر الجيل الاصغر بيفوت على الانترنت، بس حتى الكبار الناس عمرهم 40 50 عم بيوصل لي كومنتس منهم انه عم بينبسطوا بالكتاب وعم بيشوفوا حالهم بالقصص اللي عم خبرها. وين موجود الكتاب؟ بمكتبات صار؟ صار موجود بفيرجن ميجا ستور، بليبريه انطوان، بليبريه البرج، وبارت لاونج.
عظيم كثير. انا بدي اقرا هيك بس كم شغله من يعني الافكار يلي موجوده. حكي فيها مايا عن مثلا الشعنينه، حكي فيها هوم سويت هوم، كمان فينا هلا كمان بعد شوي نشوفهم. أهمية الترتيب بالحياه، وانا كثير حبيتها هيدي الفكره يلي هون. قديش واحد عن جد بتصيري بتحطي بجزدان بتحطي بجزدان بلا ما تنتبهي، وفجاه هالجزدان ما بنقعد نعرف شو في بتعوزي غرض ما بتعرفي وينه، بتبطلي تعرفي وينه. The importance of organization. من الافكار كمان الثانيه اللي موجوده، في بدي اقول لك يعطيك الف عافيه، كثير الكتاب حلو. على امل انه كمان يلاقي هيك صدى اكثر واكثر. ميرسي. نحن رح نتابع قبل ما نختم فقرتنا.